مش عادية، خطوتي غير مش هي هي، مظبوطة ظبط على الدقات. فوق أمسية فنية مميزة جدا، أحيت الميجا ستار نانسي عجرم حفل غنائي ناجح جددت من خلاله اللقاء مع جمهورها في مصر. أداء مميز قدمته نانسي في حفلها الأخير، واللي كالعادة شهد حضورها بصوت ساحر ومميز، وعشان كده سألناها عن استعدادها للحفلات. يعني الطقوس هو نوم ورياحة وبروفيت، أكيد الأكل كمان هيك ما منكون كتير يعني مننقي شو بدنا ناكل، وهي يعني الراحة هي أهم شيء لحتى الصوت يكون مرتاح. واحدة من أكتر الأغاني اللي حققت نجاح على السوشيال ميديا كان ديو نانسي عجرم مع مروان بابلو، واللي كانت مفاجأة لكتير من الجمهور. بابلو أكيد كان مزين هالأغنية هيك بستيله وبالراب تبعه كيف بطريقته مثل ما هو بغني. بابلو كتير بحبه بصراحة، وفي كتير كمان رابرز أنا بتابعهم، يوتيوبرز مثلا، إذا سيقب ظرف حلو، إذا سيقب أغنية حلوة، بالعكس أنا أي أغنية جديدة وحلوة كلاما ولحنا وتوزيعا موسيقى جديدة أكيد أنه بتلفتني وبتجذبني أنه غنية. وعن أعمالها الفنية الجديدة كشفت لنا نانسي عن اللي بتحضر له حاليا. هلأ من الألبوم أنا عبالي بعد صور كليبين، بس ان شاء الله اقدر لاقي الوقت الكافي انه اقدر صوره وينزلوا قبل ما بلش تحضير بالالبوم الجديد. كمان كلمتنا عن احلامها في 2023. بتمنى الصحه اكيد لالي ولعائلتي ولكل اللي بحبهم ولكل الناس، وبتمنى كمان السلام بلبنان وبالعالم كله وخصوصي بالعالم العربي. عشان الشوف عافيه لو جاب الشوف بني شاب زوف دي مني.